الصناعي بيؤدي تقريبا 95% من وظائف الغضروف الطبيعي وبيفضل مدى الحياة. الجراحات محدودة التدخل تعالج الآن مشاكل العمود الفقري بنسب نجاح تتجاوز 90%. الجراح اللي يقدر يعمل الجراحات محدودة التدخل يعني يستطيع أن يجري جراحة بالمنظار والميكروسكوب، ده جراح بيقدر يعمل كويس الجراحات العادية وبأحسن ما يكون. دكتور يسري الحميلي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، كلية طب قصر العيني، جامعة القاهرة، عضو الجمعية الأوروبية لجراح المخ والأعصاب، مدير مستشفى نيورو سباين. أهلا بكم، يوم مهم جدا مع اسم مهم جدا في عالم المخ والأعصاب. الموضوع بتاع النهاردة موضوع شديد الأهمية. احنا هنتكلم على الغدة النخامية. الغدة النخامية دي مايسترو الغدد، دي الغدد ده التي تتحكم في الغدد كلها. وخلينا برضو نغير كلمة مايسترو، لأن كل الغدد الحقيقة مايسترو لأنهم بيزعلوا، يعني الغدد كلها تقدر تقول إنها مايسترو مع بعضها، كله بيشتغل بعض. حتى علميا ده صح، لأنه في حاجة اسمها نيجاتيف فيدباك كنترول، يعني الغدد الأسفل تتحكم أيضا في الغدد الأعلى. الغدة النخامية موقعها مثير جدا، في مكان مهم جدا جدا، هي في قاع الجمجمة، قريبة جدا من المخ، أو تعتبر يعني ملاصقة تقريبا للمخ. والغدة النخامية من ضمن مشاكلها أنها قد تفرز هرمونات تجيت ورم فيها، يعني يحصل ورم في الغدة أو هايبربليزيا، تكاثر خلوي، فيخلي هذه الغدة حجما تزيد وبالتالي تعمل ضغط. وعلى فكرة الضغط بتاعها رخم، لأنها جوه كتلة عظمية، جوه تكوين عظمي، سلة ترشكة ومتغطية بحلة، بتغطى حلة، هي جوه حلة ومتغطية بحلة اسمها ديافراجما سيلي. خلينا بس نسيبك من الإنجليزي وخلينا نقول إنها بتعمل ضغوط وبتعمل صداع فظيع في بعض الأحيان لو الورم كبير شوية، لكن ممكن ما تعملش الصداع ده لو الورم صغير، مايكرو أدينوما، صغير يعني حجما صغير، لكن ممكن يكون بيفرز هرمونات وعامل خلل. أنواع كثيرة جدا من الهرمونات ممكن تطلع من الغدة النخامية، وأورام كثيرة منها أورام وظيفية وأورام غير وظيفية، لكن من ضمن أشهر الأورام ورم كثير من الحالات ما بتاخدش بالها منه إلا متأخر، وهو ما يسمى بأورام الغدة النخامية التي تفرز هرمون الجروس أو هرمون النمو. هرمون النمو له وقت أساسا بيتوقف إفرازه أو بيقل جدا لدرجة أنه يقترب من الانعدام، اللي هو خلاص وقت البلوغ، خلاص مقاساتك كلها بتثبت، ايديك، رجليك، مناخيرك، كل مقاساتك تقريبا بتقرب من انها تكون ثابته. في بعض الاحيان الغده النخاميه بيستمر افرازها، نبص نلاقي بقى يحصل مرض مشهور جدا اسمه مرض العملاقه. هنا لازم يحصل تدخل على الغده النخاميه بجراحه. النهارده هنتناقش في الغده النخاميه وقصص الجراحه المتعلقه بيها، لانها مهمه جدا جدا جدا. تعالوا رحب بضيفي العزيز، القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع في عالم جراحات المخ والأعصاب، واحد من ميجا ستارز هذا العالم، الأستاذ الدكتور يسري الحميلي، أستاذ واستشاري جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، الأستاذ بكلية طب جامعة القاهرة، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مستشفى نيورو سباين للجراحات المتخصصة. أهلا بك دكتور يسري. أهلا دكتور أيمن، أهلا وسهلا. الغدة النخامية أولا، ما هي وظيفتها؟ ايه الاحوال الجراحيه المتعلقه بها؟ هي الغده النخاميه زي ما تفضلت وقلت هي المايسترو بتاع الغدد بتاعه الجسم كله، وهي تتحكم في جميع الغدد بتاعه الجسم بافرازاتها من خلال العضو الناشط في المخ اللي هو الهايبوثالاموس او ما تحت المهاد، يعني الاشارات العصبيه او الايقاع العصبي لكل الهرمونات بتاعه الجسم ينشأ ويتم ويستمر بالغدة النخامية. تتحكم في الهرمونات بتاعة النمو زي الجروس هرمون، بتتحكم في هرمونات الذكورة والأنوثة اللي هي مسؤولة عن الأعضاء التناسلية وعن الرغبة الجنسية وعن الحمل والإنجاب وعن الولادة وعن الرضاعة للأمهات، وبتتحكم في الغدد المسؤولة عن هرمون الكورتيزون وتنظيم الكورتيزون في الجسم، وتتحكم في هرمونات السكر الانسولين وتنظيم الانسولين في الجسم، وبتتحكم في الهرمونات المسؤوله عن الاملاح المعدنيه في الجسم، وبالتالي كل حاجه مرتبطه بالغده النخاميه.
أشهر أورام الغدة النخامية أورام حميدة من فضل الله تعالى، بتنشأ عن زيادة في معدل الخلايا اللي بتفرز الهرمونات. ممكن تطلع لنا هرمون الحليب زي البرولاكتين اللي هو البرولاكتين اسمه هرمون الحليب، أو تطلع لنا هرمون النمو زي الجروس هرمون، أو تطلع لنا كورتيزون، أو تبقى غير نشطة هرمونيا بنسميها الغير وظيفية. الأورام الغير وظيفية تبان في الأشعة بالمنظر ده. خطورة الأورام دي في حاجتين: الهرمونات اللي بتتفرز بمعدل عالي هتسبب أمراض، وحجم الغدة لما بيكبر في المكان الضيق ده بيضغط على شريان رئيسي اللي هو الشريان السباتي، وبيضغط على عصب العين، ودي النقطة الخطيرة جدا. تقاطع عصب العين بالضبط، وعصب العين وتقاطعه يؤدي إلى ضعف في الإبصار يأتي تدريجيا، قد يؤدي لا قدر الله إلى العمى أو فقد الإبصار في أحد العينين. ودي من الحاجات بقى اللي المشكلة في الغدة النخامية، إن أورامها بتأتي زاحفة وأعراضها بتأتي زاحفة، عارف زي المية بتتسرسب بهدوء شديد جدا. فالأعراض الزاحفة دي بتدريج شديد، عايزة دكتور نبيه، وعايزة مريض غير مهمل إنه يلحق أول ما تصدر شكوى غير طبيعية يتوجه للطبيب المتخصص. بنكتشفها بأشعة الرنين المغناطيسي وأشعة المقطعية بالكمبيوتر. والنهاردة القطاع الأكبر من مشاكلها بيتم علاجه، لو قدرنا نلحق نشخص في حجم صغير بأدوية، لو ما لحقناش يبقى هنا بيأتي التدخل الجراحي. من نعمة ربنا علينا إن إحنا كجراحي مخ وأعصاب بدأنا في فترات سابقة كنا بنعمل العملية دي بالمايكروسكوب عن طريق الأنف، طورنا كتير جدا بقينا بنستخدم المنظار الجراحي عن طريق الأنف، ودي من أنجح العمليات اللي بنعملها بقالنا سنين كتير جدا باستخدام المنظار الجراحي. خلينا نقول برضو نأكد على الأعراض، لأن الأعراض كتير قوي. ممكن إيه يعاني الشك من إيه؟ لأن في ناس كتير مش شرط إن يكون الورم عامل صداع، يعني الصداع ده ما بيجيش غير في مراحل متأخرة. لكن أهمها زيادة إفراز الهرمونات، وده لو عندي هرمون حليب، لو في سيدة هيبقى بتنزل لها لبن كتير جدا ولا يتوقف، أو لو في بنت ممكن البنت ينزل إفرازات أو لبن من صدرها وهي لسه بنت. ممكن لو في هرمون زي هرمون النمو يعمل داء العملاقة، لو هرمون الكورتيزون هيرفع الضغط ويعمل سكر بدري ويعمل أعراض كتير. فده بيتوقف على أعراض فرز الهرمون حاجة، وأعراض الضغط على الأنسجة المجاورة اللي هيأتي منها بقى الإبصار وضعف الإبصار، ومتأخرا بيبقى الصداع. كيف تجرى الجراحة؟ زمان بقى في العصور أو يمكن الطرق التقليدية أن تتفتح الجمجمة ونوصل لقاع المخ ونستخدم الميكروسكوب الجراحي. بعدين ده تطور، بقينا بنستخدم الميكروسكوب في الجراحة عن طريق الأنف، ما بندخلش من الجمجمة خالص. تطور الأمر، بقينا بنستخدم دلوقتي المنظار الجراحي عن طريق الأنف. بندخل بنبقى اتنين أساتذة، أستاذ الأنف والأذن عشان يدخل من فتحة مناسبة للأنف ويحافظ لنا على الأنف ما يحصلش مشاكل بعد العملية والأنف يرجع بطبيعته، بيدخل يفتح لنا، وبعد ما بنخلص بيعيد تنظيم الأنف بالشكل الطبيعي. ثم بندخل على ما يسمى بالسلة تيرسيكا أو المكان اللي فيه الغدة، الحتة الصفرة دي، بندخل من فتحة صغيرة جدا جدا أو ثقب صغير في العظم، وبندخل بالآلات الميكروسكوبية وآلات المنظار نقدر نشيل الورم. الورم ده ممكن نشبهه بإيه؟ بفراولاية جوه زبداية. فبنشيل الفراولاية كده من الزبداية بهدوء شديد جدا، أو حبة توت جوه علبة زبادي بنشيلها بهدوء جدا، بحيث إن احنا بنحافظ على التكوين الطبيعي للغدة النخامية بدون أن تضر. وده كمان بينجح قوي لو المريض ده واعي وجايلنا بدري قبل الورم ما يتفاقم حجما ويضغط على أنسجة ويلتف حوالين العصب عصب العين ويلتف حوالين الشريان السباتي ويعمل لنا مشاكل وأعراض كثيرة جدا. نسبة الارتجاع بتتوقف على المريض جاء بدري ولا جاء متأخر. كل ما كان بيجي بدري كل ما ارتجاع الورم مرة تانية بيبقى قليل لدرجة 0%. الحاجة التانية والأهم، كل ما المريض جاء بدري كل ما قدرنا نحافظ على الغدة النخامية طبيعي، بحيث ان هو المريضة اللي عندها مشكلة في الإنجاب
والورم ده عامل لها عدم القدرة على الإنجاب هتخلف. وأنا أذكر إن أنا عندي مرضى مسمين ولاد كتير وبنات على اسم يسري أو يسرى، والحمد لله يعني ببقى مبسوط بنت بينهم. يعني لو بنت بيسموها يسرى بيتأخروا في الإنجاب لفترات طويلة لسنين. وساعات في بعض المراكز تأخر إنجاب تفوت عليهم التشخيص بتاع الغدة النخامية. ده صحيح. أو بيعتقدوا إن العلاج بالأدوية بيقعدوا فترة طويلة بالأدوية ما بتجيبش نتيجة، بتبقى العملية في الوقت المناسب بتقدر المريضة ترجع تاني تبقى عندها قدرة على الإنجاب. كمان نقطة مهمة جدا عصب العين. المرضى اللي عندهم ضغط شديد على عصب العين، النهاردة حلينا المشكلة الكبيرة دي عن طريق عملية بتجرى عن طريق الأنف، ودي من مزاياها الكثيرة إن المريض ما بيقعدش بقى في الرعاية المركزة، بيرجع يمارس حياته الطبيعية. الحقيقة من أفضل العمليات، أنت بتحب الغدة النخامية جداً. كنت بتدرسها جداً. وبتفضل عينين الغدة النخامية وعينين اللي بتبعتهم لي من سنين. بعت لحضرتك كلهم الحمد لله. يبدأ التشخيص معي أنا في حالات شخصتها مش جاية تتعالج من الغدة النخامية. ده حقيقة، ده جاية مع مريضة. ده حقيقة. يعني أنا في كتير من الحالات جاية قعدتين كده والمريضة اللي معاها عندها سكر أو عندها فأنا ببص لدي سايب المريضة وعمال أبص لدي وبعدين فجأة قلت لها وريني صورة ليكي. وريتني صورة، قلت لها أنا عايز صورة قديمة تكون صورة البطاقة أو صورة الرخصة. فاكر أنا المريضة دي؟ عمر بورسعيد. وريتني أنت شكلك كان من زمان غير دلوقتي، في 3 سنين تغير شكلها. أتريها أكروميجالي، بعتها لحضرتك ورجعت ما شاء الله زي الفل. يعني كوميديا أنا شفتها بعد الجراحة بحوالي 3 أيام وكانت ماشية زي عادي. حاطه فتيل بس حقيقي وزي. يعني العلم دايما بشكر الناس اللي قضت وقت طويل في الريسيرش وعملت في البحث العلمي وطورت لنا اجهزه وطورت لنا معدات. وانا على فكره من الناس اللي دايما بحب لما اسافر مؤتمرات بيبقى عيني على حاجتين، خلصت المهمه العلميه بتاعتي والقيت البحث بتاعي بجري على الشركات ادور على الجديد دايما. انا اعشق ان انا اجيب الات ومعدات جديده وبفرح بالآلة الجديدة زي لما الطفل بيفرح بجزمته ليلة العيد، فاكر زمان، والبدلة الجديدة واللعبة. حقيقي دايما متعتي الفترة دي الحمد لله يعني في الحاجات اللي زي دي، ان انا اجيب آلة جديدة بستفيد بيها بعلم بيها بيستفيد بيها مريض. ما ببخلش ابدا من فضل الله عليا في ان انا استحدث حاجات جديدة. مبسوط قوي ان في ناس بدأت تقلدني كتير، دي حاجة كويسة الحمد لله. حلو، ده تقليد جميل. الحمد لله. تقليد في الإبداع وفي الخير في الاستخدام للتكنولوجيا ده شيء كويس. يعني المهم التقليد يكون زي ما بيقولوا قلبا وقالبا. الكلمة دي بتتقال كتير في اللغة ومحدش بيفهمها. قلبا وقالبا، يعني المظهر الخارجي يكون فيه تقليد بس يعيد الصدق بس قلبا كمان. طيب التطور بقى، تعالى نحكي التطور اللي حصل في الجراحات. مش بقى خلينا نوسع القعدة شوية، مش على مستوى بس جراحات الغدة النخامية، لا أنا عايز حضرتك تحكي لنا الجراحة الملاحية على مستوى المخ والأعصاب سواء الغدة النخامية أو العمود الفقري، نفهم الناس الجراحة الملاحية أفادت الاتنين دول إزاي. الحقيقة ميزة كبيرة جدا قدمتها لنا الجراحة الملاحية، وهي تطبيق بالظبط كده زي لما بقول للناس يا جماعة لو أنت عايز تعرف مكان صاحبك فين وانت رايح له بالعربية ومش عايز تقعد توجع دماغك في الوصفة وتقف ده يوصف لك وده يوصف لك، بتقول له بعت لي اللوكيشن. بعت لك اللوكيشن هتوصل له، لو قاعد في البلكونة هتفضل لحد ما توصل له في البلكونة. هي دي الجراحة الملاحية يا جماعة. دلوقتي انتوا تقدروا تفهموها كويس عن زمان. الجراحة الملاحية هي تطبيق بيعرفني مكان الورم فين. ساعات الورم ده بيبقى قد حبة العدس او قد حبة الفول جوه المخ الكبير ده، وانا مش عايز ادخل اهرج في المخ وافتح هنا وافتح هنا، ده مخ ده مش هزار. او العمود الفقري والحبل الشوكي ده حاجه مش هزار. فبالتالي تطبيق الجراحه الملاحيه باخد اشعه العيان واحطها على تطبيق معين واصور العيان في اثناء العمليه باستخدام جهاز الجراحه الملاحيه سواء بالاشعه تحت الحمراء او الاشعه بالموجات الكهرومغناطيسيه، وفي احداثات معينه باخدها من العيان، يقوم العيان وانا بشتغل داخل بالابره بتاعتي او الاله الدقيقه بتاعتي وهي داخله بتنشن على الورم.
كأن أنا بضرب عصفور طاير في السماء بطلقة رصاص أوقعه. على فكرة البروفيسور اللي اخترع الجراحة الملاحية وهو قاعد في المحاضرة وأستاذه بيشرح افتكر إزاي الواحد بينشن بطلقة يجيب طائر بيطير في السماء، وقاعد فكر طب أنا ما أعمل جهاز ينشن على الورم جوه المخ وأجيبه. وكانت فكرة الأستاذ العبقري اللي عمل أول تطبيق للجراحة الملاحية في سنة 1800 وحاجة، وتطور تطور تطور، ثم جاءت الثورة الكبرى باختراع الكمبيوتر والأشعة المقطعية، وتحولت الجراحة الملاحية من حاجة اسمها فريم بيزد إلى فريمليس اللي هي اللي احنا بنستخدمها دلوقتي. استخدمها بقى في ايه؟ كل جراحات المخ. يا سلام بقى لما جاء بقى كمان استخدام الميكروسكوب والمنظار معاها، وبقينا نعمل بقى العملية بالمنظار أو بالميكروسكوب في قاع الجمجمة أو في مكان حيوي جدا في المخ، ونستخدم معاه تطبيق الجراحة الملاحية، بقينا بنعمل عمليات في منتهى الدقة. ميزة الكلام ده إيه يا جماعة؟ إنه بيدينا دقة متناهية. عارف أنت لما صاحبك يبقى في حتة وبعت لك اللوكيشن، عارف أنت هتوصل له بسهولة، ولا تقعد تسأل بواب ولا تقعد تسأل ولا ولا ولا. هي دي الجراحة الملاحية، تطبيقاتها خدمت الدقة. كمان إحنا في المخ أو في الحبل الشوكي أو في العمود الفقري الأنسجة دي لا تعوض، لا تقدر بثمن، فبندور على أن إحنا نعمل عملية كبيرة من فتحة صغيرة. هو شوف إحنا داخلين بالمنظار عن طريق الأنف، الأشعة بتصور، بنستخدم تطبيقات المنظار، بنستخدم الجراحة الملاحية، عرفنا فين الورم في الغدة النخامية، دخلنا من فتحة صغيرة جدا، الفتحة دي مكبرة بالميكروسكوب، ده هي مليمترات، ودخلنا شلنا حاجات صغيرة بالمايكرو دريل وهتتعوض تاني، أو نحط بدائل هيرجع المريض إلى كامل حياته. هنعمل الكلام ده في جميع أورام المخ، هنعمله في أورام الحبل الشوكي، هنعمله في الانزلاقات الغضروفية، هنعمله في كسر كسور الجمجمة، هنعمله في تطبيقات كسور العمود الفقري وما أكثرها، وهنعمله في اعوجاج العمود الفقري. يا سلام، هنرجع بقى الكلام بقى في الاعوجاج وإزاي تقويم وتقويم العمود الفقري، واستخدمنا التطبيقات دي عشان نوصل لصورة معمولة أو تصميم معمول بالكمبيوتر نطبقه على الواقع. ده كمان عشان برضو زي ما احنا قلنا يعني نخلي الناس تستفيد، بيتعمل على مستوى الانزلاق الغضروفي في كل مستوياته، سواء في الفقرات العنقية أو في الفقرات القطنية طبعا. بس هو الفكرة كلها أنت عاوز تعمل حاجة صح، يبقى اللي بيعملها اللي بيشتغلها اللي بيوجدها اللي في المجال ده من زنعومة أظافره زي ما بيقولوا. أنا أول ما دراساتي في الماجستير والدكتوراه في المجال ده، فعشان كده المجال ده بالنسبة لي أداء الحمد لله طيعه، وده كان من فضل ربنا عليا ومن اختيارات أساتذة العظام رحمة الله عليهم اللي رشحوا لي هذا التخصص علشان أعمله، واللي موجود منهم وربنا يديله الصحة وساعدني من أساتذتي بشكره برضو وأقدم له الشكر، إن ده كان مجال رائد في بدايته وكان مجال صعب في بدايته، لكن نتائجه وتطور فيه أثمر والحمد لله رب العالمين، ساعدنا كتير جدا إن احنا نحصل على نتائج ممتازة، وساعد كثير جدا من المرضى اللي نتمنى إن دايما النفع ده يبقى مستمر. بس دايما المريض لازم يبقى واعي، لازم يبقى عنده دراية، اللي بيعمل الكلام ده واللي بيشتغل الكلام ده هو الناس اللي بدأته وبقت أساتذة فيه وعملت فيه حالات كتير جدا. ما هو أنت لما تعمل 1000 حالة زي لما بتعمل 100 حالة، يعني خبرتك بعد الحالة 1000 غير خبرتك بعد الحالة 100 غير خبرتك بعد الحالة 3000 و4000 و5000. الليرنينج كيرف بيختلف. خلينا نروح للمنظار، هذا المنظار الرائع جدا برضو، معلش هتعب حضرتك، في الغدة النخامية وفي العمود الفقري. نبدأ بالغدة النخامية الأول. طبعا وقت العملية بيبقى قصير جدا، انت بتدخل عن طريق الأنف من ثقب وفتحة صغيرة، وأستاذ الأنف والأذن بيرجعها 100% طبيعي تاني. المنظار كمان نقدر نشتغل بيه معظم جراحات المخ، نقدر نعالج بيه استسقاء، نقدر نعمل بيه حاجات كتير جدا. وفر في الوقت، وفر في شكل الفتحة، وفر في انك انت ما بتدمرش الانسجه الطبيعيه عشان تدخل لورم في حته بعيده، ده بالعكس انت بتدخل ساعات في كثير من الاحوال
من التطبيقات الطبيعية. يعني في العمود الفقري ممكن ندخل من فتحة مخرج العصب بالمنظار عشان نعمل استئصال للغضروف بالمنظار من خلال الفتحة الطبيعية اللي ما بين الفقرات. يبقى المريض ده ما شلتلوش عظم من الفقرات خالص، هيفوق من العملية، هيحرك ظهره عادي جدا، هيقدر يوطي بعد كده، هيقدر يتني، هيقدر يفرد، هيقدر يلعب رياضة. هي دي المناظير، هي دي ميزتها. ولكن عايز أقول إن المناظير زي ما هي ميزة ليها اختياراتها. كل ما جاء المريض بدري، كل ما عالجناه بدري، كل ما لحقنا قبل ما تتفاقم الحالة، كل ما قدرنا نعمل الكلام ده بشكل أكثر طواعية ونتائجه تبقى أحسن وأفضل. الجراحات محدودة التدخل عايزة عيان إليت، يعني من, 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 من الناس اللي فاهمة ومدركة وعندها وعي كويس جداً وصحتها غالية عليها. دي استخدام حركت بدري. الدعامة اللي حنحطها ما بين الفقرات بعد استئصال الغضروف، ودي من العمليات برضو محدودة التدخل اللي لها نتائج عالية جدا، ومن العمليات اللي أنا بحب أعملها كتير جدا. وعالجت بيها بقى مشاكل الانزلاق الغضروفي، وعملت بيها تثبيت للفقرات، وبعمل بيها تثبيت للفقرات بدل ما نحط مسامير ونحط شرايح ونحط حاجات من دي. النهاردة بنعمل تثبيت للفقرات بدعامة، الدعامة دي بتتحط في مكان بشكل دقيق جدا بحيث تلتئم الفقرات اللي كان فيها عدم اتزان أو اللي كان فيها كسر، والمريض بيطلع يتحرك وما عندوش مشكلة بقى إن المسامير دي بعد شوية هتتآكل، إن المسامير دي هتسيب العظم وتخرج، إن المسامير دي هتتكسر، إنه يحتاج يعمل العملية دي مرة واثنين وثلاثة. ما عادش الكلام ده في قاموس التكنولوجي والتطور العلمي الحديث. سؤال دايما بيسأل لي المضاعفات، هل في مضاعفات لإجراء النوعية دي من الجراحات؟ بالتأكيد في مضاعفات لأي شيء، كل حاجة في الدنيا فيها مضاعفات. عايز أقول إن الطيران اللي بنستمتع بيه وبيختصر لنا المسافات ليه مضاعفات ولو حوادثه، بس عايز أقول إن دايما أنت بتقيس في ميزانة. عندنا ميزانة هنحط فيها مضاعفات المرض ونحط فيها مضاعفات الجراحة قبل ما المرض يتفاقم، مين هتكافته وترجح؟ مضاعفات المرض أكتر بكثير جدا من المضاعفات الناجمة عن إجراء الجراحة في وقت مناسب. كل ما تأخرت أنت كمريض، كل ما ساهمت في أن أنت يبقى عندك مضاعفات ليس للطبيب دخل بها وليس للعملية دخل بها. ولكن عايز أقول إحنا لازم نبقى عاقلين، ربنا سبحانه وتعالى لما بيجري على يدينا الشفاء بيأتي الشفاء معنا وليس بيدينا. طيب العزيز، القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع للأستاذ الدكتور يسر الحميلي، أستاذ واستشاري جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، المؤسس لمستشفى نيورو سباين لجراحات المتخصصة، نورت وشرفت ومشكر جدا على كل مجهودك في التثقيف اللي نقلته للناس عبر هذه السنين. شكرا جدا، أشكرك شكرا جزيلا. خليكم دايما مع الناس الحلوة.